قبل قليل سيد فوزي تحدثت وأتيت على مسألة الانقسام للأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، ولكن الآن لو نظرنا كيف يمكن أن يلقي هذا التحرك العسكري والتقدم الميداني في درنا بظلاله على المشهد السياسي القادم في ليبيا، لو أخذنا بعين الاعتبار وجود توافق وموقف الأجسام الرئيسية الأربعة من هذه المعركة الآن في درنا، خصوصا بعد التوافق الذي جرى قبل أيام في باريس؟ هو بعض السياسيين للأسف الشديد أو بعض الجماعات السياسية بالذات من المنتمية للإسلام السياسي كانت تستخدم ورقة درنا كضغط على الجيش الليبي، باعتبار أن التنظيمات الإرهابية الموجودة في هذه المدينة مؤيدة لهذه التيارات وهذه التيارات تدعمها، وبالتالي نعلم ذلك حتى من شدة النواح الذي كانوا يمارسونه عبر الإعلام المسيطرين عليه سواء في الداخل أو حتى في الخارج منذ بدء معركة درنا. وبالتالي يعني تنظيف مدينة درنا وسحب هذه الورقة من هذه الجماعات ومن هذه الكيانات بالتأكيد سوف يسهم في تعزيز توافق أكبر يمكن أن يؤدي ساعتها إلى ردم هوة الخلاف والانقسامات في ليبيا، خصوصا بعد ما حصل في باريس وإعلان التوافق العام اللي يبدو حتى الآن في شيء من التعثر، ولكن بكل تأكيد يعني انتهاء مشكلة درنا سوف يسهم كثيرا في تعزيز موقف الجيش، خصوصا أنه أصبح الآن أحد أطراف أربعة في الشأن الليبي في مقابل المجتمع الدولي ممثلا في فرنسا والأمم المتحدة على وجه الخصوص. بالتالي انتهاء معركة درنا بكل تأكيد سيكون حاسما. أين هو التعثر الذي تحدثت عنه بعد توافق باريس هنا سيد فوزي باختصار؟ التعثر هو ما يمارسه الإسلام السياسي وخصوصا المسيطر الآن جماعة الإخوان المسلمين المسيطر الآن على مجلس الدولة، ورأينا كيف يتنصل السيد المشري رئيس مجلس الدولة من كل ما تم التوصل إليه في باريس طاعة لقيادي جماعة الإخوان المسلمين على وجه الخصوص، بغية الحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب، وبالتالي هذه الجماعة لا يمكن أن تكون يعني طرفا حقيقيا في سلام حقيقي في ليبيا ما لا يتم الضغط عليها بشكل فعلي من الدول التي ترعى هذه الجماعة والتي توفر لها الدعم، ولا تزال حتى الآن تستضيف قيادية وخصوصا القياديين المتهمين بالإرهاب، أعني الدوحة وإسطنبول على وجه الخصوص. وبالتالي يعني هناك الكثير من المساعي لابد أن تبذل من قبل الأمم المتحدة لإقناع الجميع بضرورة الخضوع لمعايير السلام وإنهاء هذا الانقسام في ليبيا. هناك طبعا تحديات أخرى، لكن يعني أهمها طبعا الوصول للانتخابات يتطلب توافقا محليا مع رضا دولي على هذه العملية. هذه طبعا مسألة لا تزال حتى الآن محل نظر، لأن اتفاق باريس لم يعرض آليات محددة وواضحة لطريقة الوصول إلى هذه الانتخابات، والمشكل الدستوري حتى الآن لا يزال قائم ولسنا ندري كيف سيحل وعلى أي قاعدة دستورية يمكن أن نمضي إلى الانتخابات. هذا أهم عقبة ينبغي حلها، وإلا سوف تظل الأمور معلقة على وضعها الراهن.